كلامي كلامهم لفظ مفيد مسند والكلمة لفظ مفيد المفرد لاسم ضمير ثم حرف تقسم بهذه ثلاثها هي الكريم والقول له قد أفاد مطلقا تقم قد وإن زيدا التقى فالاسم بالتنوين والخبر عرف وعف خط وبلا من وألف والفعل معروف بقد والسين وتاء التأنيث مع التسكين فذا فعلت مطلقا كجدري والنون واليف افعل النقف علي والحرف لم يسره على ما إلى انتفاع قبوله العلامة باب الإعراب إعرابهم تغيير آخر الكلم تقديرا أو لفظا لعامل مؤلم وكلها في الفعل والخفض امتنع وسائر الاسماء حيث لا شبه قربها من الحروف مربى ظاهر ذي الاسماء مبني خلا مضارع من كل نون قد خلا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله فأشربت معنى الضمير الشامي فأعربت في الحديث الألحاني ثم صلاة مع سلام لائق على النبي أصح الخلائق محمد والآل والأصحاب من أتقن القرآن في الإعراب فبقوا فاعلم أنه لم اقتصر جل الورى على الكلام المختصر فكان مغلوبا اشد قوله من الوراء حفظ اللسان العربي فيفهم معاني القران وسنه الدقيقه المعاني فانه اولى اولا اي علماء الكلام دونه لا يفهم وكان خير كتبه الصغيره كرسه لطيفه شهيره في عربها وعجمها والرومي ألفها الحجر بن أجرومي فانتفعت أجلة بعلمها مع ما تراه من لطيف حجمها نظمتها نظم بديعا مهتدي بالأصل في تقريبه للمهتدي كأن للتشبيه في المحاكي واستعملوا لكن في استدراك وللترجي وتوقع لعلك قولهم لعل ما هو بوصال الأسماء واجب في الفعل أن يجرد إذا لجمع أو مثنى أسند فقل أتى الزيدان والزيدان
والمضمر فظهير اللفظ الذي قد ذكر والمضمر اسم عشر نوعا اسما كقمت قمنا قمت قمت قمتما قمتن قمتم قام 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 وقمنا